السلام عليكم. بعد 10 أعوام على الانتفاضة التونسية التي كانت سبباً في تبدل وجه المنطقة العربية، يشاهد العالم اليوم الشارع التونسي غاضباً متظاهراً رافعاً شعارات على رأسها تحسين الأوضاع المعيشية. إذن منجز الحرية الذي قام التونسيون من أجله تراجع في الأهمية تحت وطأة العجز الاقتصادي الذي يتحمل مسؤوليته طبقة سياسية ينخرها الفساد والعجز التام والانقسامات الحادة بحسب شعارات المحتجين. لكن هذه الانقسامات الحادة بين الساسة نجحت أصوات المحتجين في تأليفها وتوحيدها على قاعدة اتهام التظاهرات تارة بأنها غير بريئة كما قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتارة أخرى بسعي البعض من خلالها إلى استغلال فقر التونسيين وبؤسهم كما صرح رئيس البلاد قيس سعيد. وبصرف النظر عن إيجابية اعتراف رئيس البلاد ببؤس رعيته، كيف يبدو المشهد السياسي في تونس التي تستقبل عامها 11 من عمر الثورة؟ وفي أي سياق يمكن قراءة غضبة التونسيين الراهنة؟ وهل ثمة أمل لتخطي البلاد حالة لا استقرار وصولاً إلى مرحلة البناء والانطلاق؟ أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث العرب التي تضيء على حصاد العشرية الأولى من مهد الانتفاضة العربية. على الرغم من مرور 10 أعوام على الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي إثر تظاهرات شعبية كبيرة، إلا أن تونس لا تزال تشهد احتجاجات هنا وهناك بسبب عدم الاستقرار السياسي والأوضاع الاقتصادية الصعبة. فقد شهدت عدة مدن وولايات في البلاد من بينها تونس العاصمة وسوسة والقصرين تظاهرات تحول بعضها إلى أعمال شغب احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد. فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام في تونس إلى 89% من إجمالي الناتج الداخلي. وزارة الداخلية التونسية قالت إنه جرى اعتقال أكثر من 600 شخص بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات في عدة مدن تونسية، فيما نشرت قوات من الجيش في بعض المناطق. المتظاهرون حملوا رئيس الحكومة وقوى الائتلاف الحاكم مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي بالبلاد، والذي أدى إلى تأجيج احتجاجات اجتماعية متواصلة تشهدها البلاد. ورغم أن تونس تمكنت من تفادي العنف الذي هز عدة بلدان في المنطقة بعد ثورات الربيع العربي، إلا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيها بدأ يتفاقم في وقت ترتفع فيه معدلات البطالة على وقع تفشي فيروس كورونا، إلا أن ثمة فرصة للحوار الذي دعا إليه الاتحاد العام للشغل وقبلته رئاسة الجمهورية في وقت سابق، وتشارك فيه أحزاب ومنظمات وشبان من كل مناطق البلاد. هذا الموضوع أبحثه مع ضيوفنا الكرام. معي في الاستوديو زياد بومخلة الباحث السياسي، وسينضم من تونس عبر الهاتف الحبيب بوعجيلة الكاتب السياسي، وشاكر الشرفي المحلل السياسي. أهلا بالضيوف جميعا. نبدأ سويا أستاذ زياد. نعم. هناك هجوم على أعلى مستوى في الدولة، رئيس الدولة ورئيس الحكومة. نعم. ووزير الدفاع لم يقصر أحد في نسب الاتهامات إلى هذه الاحتجاجات، تارة هي غير بريئة كما ذكرنا في المقدمة، وتارة بأن هناك من يسعى لاستغلالها، وتارة والآن أخيرا على لسان وزير الدفاع بأن هناك عناصر إرهابية تريد أن تستغل هذه الاحتجاجات. يعني السؤال هو، يعني هل هذه التظاهرات حقا غير بريئة كما قال رئيس الحكومة؟ دعني أقول في البداية هنا أنه جزء من خطاب رئيس الجمهورية كما هو جزء خطاب رئيس الحكومة برر هذه الاحتجاجات، أو اعتبر أن هناك أسباب للاحتجاج اليوم، وهذا ورد بشكل واضح في خطاب رئيس الجمهورية في خطاب رئيس الحكومة. ما كان مستهجنا أو ما كان مرفوضا من مؤسسات الدولة هو ما رافق الاحتجاجات من عمليات فوضى وتخريب وسرق للممتلكات، لكن بالمحصلة الدولة بنفسها على لسان مسؤوليها تعترف أن هناك هذه الاحتجاجات احتجاج شرعية، تقر للمحتجين بحريتهم، وباعتبار أن الدستور التونسي يكفل لأي مواطن تونسي الاحتجاج والتظاهر، ولكنها كما قلت تستنكر ما رافق هذه الاحتجاجات من فوضى ومن محاولات للتخريب.
بالمحصلة المشكلة هنا أنه مؤسسات الدولة ظلت صامتة تقريبا لمدة 5 أيام منذ انطلاق الاحتجاجات، مما زاد في رقعتها، مما زاد في تجذرها، مما زاد في الفوضى التي رافقتها. أول خطاب كان لرئيس الجمهورية وكان بشكل غير رسمي وفي أحد المناطق التي اندلعت فيها الاحتجاجات اللي هي منطقة المنيهلة في العاصمة تونس، ثم جاء بعد ذلك خطاب رئيس الحكومة بعده ب 24 ساعة تقريبا، خطاب باهت، خطاب بارد، خطاب ركيك عفوا، لا يعبر عن حقيقة ما تعيشه تونس من صعوبات حقيقية، وخطاب مهزوز. مهزوز لماذا؟ لأنه رئيس الحكومة تحدث بشكل واضح أنه نفس الدولة التي خذلتكم خذلتنا كذلك. يعني لك أن تتصور أنه المسؤول الأول في الدولة يتحدث عن خذلان الدولة كذلك لمسؤوليها. يعني هذا الخطاب غير المسؤول، هذا الخطاب المهزوز، هذا الخطاب يعني بين قوسين الذي لا يتحمل فيه رئيس الحكومة والحكومة مسؤوليتها بشكل كامل. ثم أن الخطاب جاء خاليا من أي وعود، من أي تصور للحل، من أي حتى بداية للحل. نحن نعرف جميعا في تونس اليوم أن الوضعية صعيبة وأن الرتق زاد يعني عن قدرة الراتق من أجل أن يصلحه، ولكن بالفعل الخطاب الذي صدره رئيس الحكومة خاصة في الفترة الأخيرة وفي الأيام الأخيرة كان بعيدا عن أن يحقق المطلوب، وجاء باردا ولم يشفي غليل المحتجين حتى في مستوى بلاغته، فضلا عن أنه كان فارغا تماما من أي وعود، غير وعود يعني عقبها حملة استهجان واستنكار وتندر على وسائل التواصل الاجتماعي عندما قال سنطرح أو سنضع آلية لاستقبال مقترحاتكم وللمشاركة في صياغة حوار من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها. قبل الحديث عن موضوع يعني خطاب رئيس الحكومة، قبل ذلك أنت قلت بأن كان واضحا من خطاب رئيس الدولة ورئيس الحكومة بأنهما قالوا في الأصل هناك مطالب يعني متفهمة، لكن مع ذلك ألا يثير الخوف عندكم أنتم كمراقبين كمحللين كمتابعين للشأن التونسي، ألا يثير الخوف التركيز من كل مسؤولي الدولة على التركيز على قضايا أن هناك محاولات لاستغلالها وأن هناك محاولات إرهابية وأنها غير بريئة إلى آخره، ألا يثير الخوف عندكم من أن هناك محاولات من جانب الحكومة لقمع هذه التظاهرات، خصوصا وأن هناك قرينة تثير هذه المخاوف وهي منذ أسبوع أكثر من 700 معتقل الآن من هذه التظاهرات؟ للأسف نعم، هناك شيء من الاعتقال العشوائي، وهناك حتى بعض الخروقات الأمنية في تتعلق في التصدي لبعض الاحتجاجات السلمية، هناك استهداف لبعض المنازل، هناك اعتقالات غير مبررة، هذا من ناحية أولى. من ناحية ثانية كذلك لا توجد رواية رسمية متماسكة، يعني الدولة باعتبارها جهاز تمتلك المعطيات والمعلومات يجب أن تخبر التونسيين وتعلم التونسيين بشكل واضح ما الذي يحصل بالضبط، ما الذي يحصل بالضبط. كل الروايات إلى حد الآن روايات مهزوزة، روايات يعني تكتفي بالبلاغات المقتضبة التي لا تقدم صورة واضحة عن حقيقة ما يحصل في تونس. والمصيبة أنه اليوم رئيس الحكومة كما رئيس الجمهورية كما كل الأطراف التونسية السياسية تبني للمجهول، المبني للمجهول، أطراف مشبوهة، أطراف نريد أن نسمي بشكل واضح هذه الأطراف، من يقف خلف هذه الفوضى أو من يريد أن يعكر صف الوضع في تونس، من يريد الركوب على هذه الاحتجاجات. والسؤال الأكبر والأهم، طالما الجميع يقر بأن هذه الاحتجاجات مشروعة ولها أسبابها على الأرض، بمعنى تراجع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مخلفات أزمة جائحة كوفيد 19 الكورونا، الأزمة السياسية الحادة التي تعصف بمؤسسات الدولة، التي كل هذه الأسباب تضافرت لتصنع حالة من الغضب الشعبي خاصة عند الفئات الأكثر هشاشة اللي هي فئة الشباب. والملاحظ هنا أنه جزء الكبير للأسف من احتجوا أو خرجوا محتجين أحيانا هم من القصر، بمعنى أن أنت تتحدث عن هناك حالة من الخلل الكبير يعني في الموضوع. وبالتالي هناك للأسف مؤسسات الدولة أبانت عن عجز أقول بشكل واضح في التعامل مع هذه الأزمة كما هي الأزمات السابقة، لأنها لا تقدم أصلا خطابا متماسكا ولا رواية رسمية واضحة، ولا يوجد حتى تنسيق واضح بين مؤسسات الدولة. يعني رئيس الجمهورية يتحدث عن نمط معين من الخطاب، دائما هو في حرب مع أشباح لا نراها نحن كتونسيين. رئيس الحكومة كما قلت لك كان خطابه بعيد كنا البعد عن ملامسة طبيعة حقيقة الموضوع وعمق الموضوع. وبالتالي نحن أمام أزمة حقيقية، أزمة في الخطاب وأزمة كذلك في الوسائل وفي الأدوات وفي المشاريع التي يمكن من خلالها أن نعالج الأخلال الموجودة على الأرض. الخطاب
مهم جدا وقد ركزت عليه أنت كثيرا. نعم. سأعود إليك لأطرحه نعم. معك، لكن قبل ذلك بالنظر إلى طبيعة هذه الاحتجاجات نعم. وإلى أداء أجهزة السلطة معها نعم. ما مدى مشروعية ما يرفعه المحتجون من شعارات؟ طبعا هناك مشروعية مطلقة الحقيقة فيما يرفعه المحتجون من شعارات، طبعا دائما مع استثناء ما يرافق هذه الاحتجاجات من تخريب ومن بعض العناصر التي تتسلل من أجل أنها تستفيد من مثل هذه الاحتجاجات وتستعملها كغطاء للتخريب وللفوضى وللسرقة، لكن الاحتجاجات في شعاراتها التي ترفعها في طبيعة الاحتجاجات التي تخرج وفي أحقيتها لا شك أن هناك مشروعية كاملة للاحتجاج اليوم في تونس. وبالمناسبة ليست الاحتجاجات الأولى التي اندلعت يعني فقط في هذه الأيام الأخيرة، يعني نحن نشهد منذ تقريبا شهرين أو ثلاثة احتجاجات متواصلة في الشارع التونسي. ممكن ميزة هذه الاحتجاجات الأخيرة أنها ليلية، وهو ما زاد من حالة الغموض حولها، وأن هناك بالفعل بعض الأطراف استغلتها من أجل تحقيق. لماذا هي كذلك ليلية؟ نعم، هنا كما قلت لك هنا المستغرب، هنا يعني ممكن في الغالب يعني هناك رسالة من المحتجين اللي هي كسر موضوع الحجر، هناك تحدي ممكن من المحتجين باتجاه السلطة الحاكمة، جنح الظلام ممكن أكثر قدرة فيه الإنسان على التخفي والاحتجاج بعيدا ممكن عن وطأة البوليس. أنا أحاول أن أفسر، ولكن بالنهاية هناك غموض لماذا بالذات اختيار الجنح الظلام والليل من أجل يعني إطلاق مسيرات أو تظاهرات، والحال أنه التظاهر مسموح به في تونس بحكم القانون والدستور باعتبارنا إحنا على قيمة المشاكل الموجودة، هناك حالة ديمقراطية وهناك حرية في البلاد، هذا حقيقة. اليوم فقلت أنه الاحتجاجات نعم لها، وقلت الاحتجاجات بدأت منذ 3 أشهر تقريبا يعني، وشهدت تقريبا 5 محافظات إضرابات عامة كاملة، شلت تلك المحافظات، وكانت هناك برمجة لإضرابات أخرى عامة في محافظات أخرى. وبالتالي كذلك إحنا عشنا على وقع إضراب دام أكثر من أشهر طويلة في أقصى جنوب البلاد في محافظة تطاوين، واضطرت بعده الحكومة تتفاوض مع المعتصمين لأول مرة يعني في تاريخ البلاد مع المعتصمين في ولاية تطاوين من أجل الوصول إلى حل، باعتبارهم أنهم منعوا ضخ النفط بالكامل في تلك الولاية، وبالتالي واستمر هذا المنع تقريبا أشهر عديدة. اضطرت الحكومة بعدها أن تجلس مع المحتجين والمتظاهرين هناك والمعتصمين وأن يصلوا إلى اتفاق بمقتضاه تم حلحلة الوضع إلى حد الآن، ولكن حتى تلك المحافظة مهددة للعودة للاعتصامات مرة أخرى باعتبار أنه الحكومة غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها. فضلاً أن الحكومة بهذا السلوك فتحت الباب لكل محافظات البلاد ولكل المحتجين على أن ينحوا هذا النحو في ظل غياب المنظومات الحزبية وقدرتها على تأطير الاحتجاجات، في ظل رفض جزء من المحتجين الأطراف الاجتماعية سواء الاتحاد العام التونسي للشغل أو غيره في أن يحمل هو يعني مطالبهم للتفاوض بها مع سلطة الإشراف، عدنا إلى يعني كأن إلى أنواع الاحتجاجات البدائية التي يعني تكون منطلقها الشارع، العائلة، القبيلة أو ما أوسع من ذلك بكثير، أو الجهة، الاحتجاجات التي تقوم على بعد مناطقي جهوي والتي تريد أن تفرض إرادتها على إرادة الدولة في ظل ضعف مؤسسات الدولة في أنها تحقق المطلوب على الأرض، وفي ظل عجز مؤسسات الدولة على أن تعالج المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة. لكن استنادا إلى تصريحات كبار مسؤولي الدولة، رئيس الدولة يقول هناك يعني يحذر من موضوع الاعتداء على الأعراض، ووزير الداخلية يتخوف من وجود عناصر إرهابية. جملة هذه التصريحات إذا جمعناها مع بعضها ألا تفيد بأن أو تعبر عن قلق من حصول اختراق حقيقي لهذه الاحتجاجات أفرغها من مضمونها؟ السؤال الأهم والأكثر موضوعية في تقديري، ما الذي أوصلنا إلى هذا؟ يعني سأتيك عن دوافع هذه. لماذا نحن من الدولة بسلوكها المتعالي بعدم قدرتها على معالجة الإشكاليات هي التي فتحت الطريق لبعض الأطراف للاستثمار في هذه الاحتجاجات؟ دعنا نتفق أن الاحتجاجات باتفاق الجميع على لسان كما قلنا يعني رؤساء الثلاث في الدولة، رئيس الدولة، رئيس الحكومة، رئيس البرلمان، مبررة ولها أسبابها على الأرض. وبالتالي لا يمكن لأحد اليوم أنه يطرح السؤال لماذا يخرج التونسيين إلى الشارع ويحتجون؟
لا من يعني لهم الأحقية الكاملة في ذلك باعتبار أنه أوضاعهم المعيشية وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية صعبة لدرجة أنهم من حقهم أن يخرجوا على الأقل ويطالبوا بمعالجة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. الآن هل يوجد بعض الأطراف السياسية داخلية أو خارجية أرادت أن تستفيد من هذه الحالة؟ لا شك، لا شك أنه هذا موجود. من الذي يقف وراء الاختراق؟ من الذي يقف وراء الاختراق برأيك؟ يعني لا توجد دلائل واضحة. بالنهاية ممكن الإجابة على هذا السؤال بالنتيجة، من هو المستفيد من دخول البلاد في الفوضى؟ أنا في تقديري جزء من المنظومة القديمة، جزء من اليسار يعني المتكلس فكرة وتصورا ومقاربة يريد أن يذهب البلاد، أن يدفع بالبلاد إلى الفوضى من أجل صناعة ممكن سيناريو من خارج الديمقراطية، من خارج دستور البلاد، وأن يفرض يعني بين قوسين تغييرا عنيفا في البلاد. بعض الأطراف الغير راضية على التركيبة الحالية التي تحكم البلاد ومشاركة بعض الأطراف فيها. يعني هناك بعض حتى أطراف في السلطة ممكن أن تكون متورطة في هذا لتفريغها من مضمونها وإعادة الناس إلى منازلهم أو تبرير قمعها 700 معتقل الآن في السجون. بطبيعة الحال هناك لوبيات فساد. أنا أطرح لك رأي موجود. هناك لوبيات فساد متهيكلة داخل مؤسسات الدولة. للأسف اليوم بعد 10 سنوات من الثورة الفساد صار مهيكلا داخل مؤسسات الدولة، واستطاعت المنظومة القديمة أن تعيد توزيع أرصدتها من داخل مؤسسات الدولة، أن تعيد الضغط على يعني وتكتم على أنفاس وتحاول عرقلة مسار الانتقال الديمقراطي، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. مستفيدة من ذلك من تموقعاتها في أكثر من مكان، وبالتالي هي توظف مثل هذه المحطات من أجل مزيد تعميق قدرتها على السيطرة على الأوضاع، ومن أجل إعادة بناء التوازنات من فترة إلى أخرى، ومن أجل أنها تحقق مكاسب من خلال هذه الأزمات. مستفيدة كما قلت لك من ضعف مؤسسات الدولة، لوبيات الفساد المتمركزة في أكثر من موقع. لا شك أنه حالة مزيد من إضعاف مؤسسات الدولة وتراجعها وتراجع الحالة السياسية وتراجع قدرة الأحزاب على التأطير والتنظم يخدمها بشكل مباشر من أجل استمرار قدرتها على نهب الخزينة العامة، استمرار قدرتها على التحكم في الأوضاع، استمرار قدرتها على مزيد الاستفادة من موارد الدولة وموارد التونسيين. وبالتالي لا شك هناك من يشتغل على هذه صناعة هذه الحالة والاستثمار فيها. قلت قبل قليل وصفت خطاب رئيس الحكومة الجوابي على هذه التظاهرات بأنه ركيك وخالي من أي مضمون أو أي وعود. نعم. إلى آخره. هل خلوه من الوعود، خلو خطاب رئيس الحكومة، ناتج عن عجز أم عن عدم إرادة؟ أنا على يقين أنه السيد هشام المشيشي عندما خرج ليخاطب التونسيين هو أدرى الناس أنه لا يملك حلولا للمشاكل التي تواجه البلاد. إذن لا يلام. لا هو يلام، هو تحمل المسؤولية، هو لم يطلب منه أي واحد أي شخص أن يكون رئيس الحكومة، وعرض له عليه أن يكون رئيس الحكومة وقبل هذا، قبل هذا التحدي، قبل هذا التحدي. طبعا هذه إمكانياته، على الأقل يخبر التونسيين بحقيقة الوضع. لا يعني لا يقول خطابا، يعني دور مسؤول الدولة ليس أديبا ولا مثقفا ولا مسرحيا ولا كذا، يعني يجب أن يخاطب الناس بخطاب واضح وخطاب فيه إجراءات واضحة، لا أن يخرج لمجرد الخروج من أجل أنه على الأقل يطمئن الناس على حقيقة ما يحصل، على الأقل يقدم رواية متماسكة ما الذي يحصل بالضبط. لا لم يقدم هذا، لم يقدم الحد الأدنى من الحلول. طيب على الأقل ضع خريطة الطريق من أجل الخروج بالأزمة التي نحن موجودين فيها وصدد معالجتها. الجميع سيتفاهم، التونسيين أنا متأكد أن التونسيين متفاهمين أن وضع دولتهم صعب، وأنه يعني مسار 10 سنوات كان ثقيلا على الدولة، وأنه كذلك ما خلفته أزمة الكوفيد 19 كورونا كانت كبيرة كذلك على الدولة وعلى ميزانيتها. ولكن كذلك التونسيين يريدون أن يروا على الأقل بداية الحل، أن يروا على الأقل مشروع للحل، أن يروا خطوات ولو مبدئية من أجل الخروج من هذه الأزمة التي نعيش. أما أن نخرج بمجرد خطاب عام يرفع فيها المفعول به وينصب فيها الفاعل حتى في التعامل مع اللغة العربية، ويكون خطابا باردا لا روح فيه ولا 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 حل فيه في حده الأدنى، لا شك أنه هذا سيزيد الطين بلة وسيزيد الغاضبين غضبا، وسيؤكد الحقيقة أن الدولة عاجزة تمام العاجز عن التعامل مع المشاكل التي تعيشها البلاد. وإلا لماذا هو رئيس حكومة هناك؟ هو هناك لكي يجد حلولا لمشاكل البلاد ولو في حدها الأدنى. هذا يستتبع الحديث عن ماذا قدمت الثورة من 10 أعوام حتى الآن، كيفية تركيب السلطة، آلية إدارة العملية السياسية في البلاد، كل ذلك سنبحثه بعد الفاصل. وقفة قصيرة تتبعها عودة لاستئناف الحديث.
مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن المشهد التونسي العام في ظل احتجاجات متصاعدة بعد 10 أعوام من الثورة. سيد زياد، نعم، بمعزل عن الاحتجاجات، كيف هو المشهد السياسي العام في البلاد بعد ثورة مضى عليها 10 أعوام يفترض أنها قامت لإحداث تغيير جذري ثبت حتى الآن أنه من القمة تم؟ حتى أكون موضوعيا، المشهد السياسي ممكن هو المشهد الوحيد الذي يمكن أن نقول أنه لنا فيه المعدل، معدل جزء منه قياسا بحجم التحديات التي عاشتها البلاد وباعتبار حجم التركة التي خلفها النظام السابق، ولكن قياسا بما يمكن أن يكون وما يمكن أن نفعله لا، ليس لدينا المعدل، ولكن أنا أقيس بما كان ما كان عليه الوضع وبما أصبح عليه. هذا واحد. اثنين، إنه لا شك إنه اليوم لدينا جملة من المكاسب، أهمها مكسب الحرية، إنه اليوم لا يملك أي شخص في تونس مهما كان موقعه أنه يعاقب أي شخص فقط لرغبة لديه أو لهوى لديه أنه يريد أن يعاقبه. فحققنا أقدار من استقلالية القضاء، أقدار من توزيع السلطة بين مؤسسات الدولة، دسترنا بعض الملفات، ملف الانتخابات، ملف حقوق الإنسان، ملفات مهمة وأعمدة أساسية في البناء السياسي الديمقراطي. لكن للأسف عندنا في تقديري روح الديمقراطية هي الأحزاب السياسية، كذلك الديمقراطية والمؤسسة تأسيسا قويا التي هي ستنهض باعتبارها الأصل في أن تكون أحزاب قوية لديها مشاريع للحكم قادرة على أن تخرج البلاد من أزماتها، باعتبارنا خاصة إحنا نظامنا هو أقرب وأشبه إلى البرلمان المعدل، وبالتالي الاعتماد فيه أساسا على الأحزاب السياسية من خلال البرلمان ومن خلال ما تقدمه من برامج ومشاريع، وعلى أساس أن الحكومات تتشكل على هذا الأساس، الحزب الفائز في الانتخابات هو الذي يشكل الحكومة. في هذا المستوى بالذات للأسف نشهد تراجع غير مسبوق في قدرة المنظومات الحزبية على التأطير العام، سواء لمنظورها أو للشارع. وحتى ربطا بالعنصر الأول الذي كنا نتحدث فيه، اليوم الاحتجاجات تخرج بعيدا عن كل المنظومات الحزبية. أتحدى أي حزب في تونس قادر على أن يكون ضمن هذه الاحتجاجات حكما ومعارضة، ترى مش فقط حكما ومعارضة، حتى نؤكد على يعني حجم الأزمة وحجم عدم الثقة والهوة التي صنعت بين المنظومات الحزبية بكل مكوناتها، حزب حكما ومعارضة، وبين الشارع التونسي. وبالتالي وهذا يظهر في عدم قدرتها على أن توجد في الشارع وتؤطر هذه الاحتجاجات باعتبار أنها فقدت مصداقيتها. هذا واحد. فالمنظومات الحزبية تراجعت بشكل كبير، يعني إذا قسنا بمعطيات العلوم السياسية يعني بالقراءات العلمية والموضوعية، هل يوجد لدينا أحزاب بالمعنى الحقيقي في تونس؟ يعني لديها مؤسسات، لديها انتخابات داخلية، لديها تداول، لديها برامج ومشاريع. قد بالفعل لست مبالغا عندما أقول لا يوجد حزب بالمعنى الحقيقي بهذا الشكل، باستثناء إذا استثنينا الحزب الوحيد المنظم والمهيكل أكثر من غيره، لا يعني أنه لا يعيش أزمات وصعوبات وتراجعات كبيرة، هو حركة النهضة وبعض الأحزاب الأخرى، ولكن عمليا لا يوجد أحزاب قوية وفاعلة ومتماسكة وقادرة على أن تقدم مشاريع. ففي في 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 مشكل حقيقي. المسألة الثانية انه النظام الانتخابي الذي بنيت عليه العملية السياسية ما بعد الثورة انتج نظاما سياسيا فسيفسائيا، والدليل ظهر بارزا خاصة بعد انتخابات 2019 ماذا انتجت؟ انتجت كتل برلمانية قريبا من حيث الحجم من بعضها البعض. لك ان تتصور انه اول حزب في البرلمان ب 52 نائب في البرلمان،
من 217. يعني هذا الحزب اللي هو حركة النظر لا يستطيع أن يشكل أي يعني حكومة دون التحالف على الأقل مع ثلاثة كتل نيابية. يعني التونسيون ليسوا مجمعين على حزب أو على حركة واحدة. ولكن لماذا ليسوا مجمعين؟ لأنه للأسف جزء من النظام الانتخابي الذي هو يقوم على أكبر البواقي، الذي هو بالمحصلة كأنه صيغة ضد الأحزاب الكبرى، ولكن ليس هو المشكل في ذاته. والمشكل الثاني أنه أغلب الأحزاب لم تستطع أن تقدم ما يقنع التونسيين في أن يعطوها تفويضا واسعا. وحتى الأحزاب التي أخذت تفويضا واسعا مثلا في 2011 و2014 وأساسا حركة النهضة فقدت جزء كبير من شعبيتها، باعتبار أنها في مسارها منذ 2011 حتى 2019 تقريبا فقدت تقريبا أكثر من مليون صوت، باعتبار أنه لم يرى فيها الشارع التونسي أو لم يعد يرى فيها الشارع التونسي ما يمثله بالشكل الكافي في إنفاذ أهداف الثورة وفي إنفاذ مشروع حقيقي للإصلاح. وقس كذلك على بقية الأحزاب، أحزاب السياسية المنظومة القديمة كذلك توزعت على أكثر من حزب بعد أن استطاع الراحل الباجي قادر السبسي أنه يجمعها في حزب واحد ويصنع التوازن السياسي إلى حد ما في تجربة 2014. بعد ذهابه إلى قصر قرطاج وبعد خاصة رحيل وفي الأثناء حصلت مشاكل كبيرة تذرر فيها الحزب على أكثر من قطعة. وبالتالي نحن نعيش أزمة حقيقية على مستوى بنية النظام السياسي وفي بنية المنظومات الحزبية. عطفا على ما ذكرته، إذا ما أضفنا إلى ما ذكرته الآن أن التقارير الرسمية التي تتحدث عن فساد مستشرفي أجهزة الدولة يكلف الدولة التونسية التي أصلا تعاني من أزمة اقتصادية 3 مليارات دولار سنويا. زد على ذلك أن الأموال المختلسة المتعارف عليها في تونس أنها أموال مختلسة التابعة لحاشية رئيس النظام الراحل زين العابدين بن علي هي بعشرات ملايين الدولارات، انتهت مدة تجميدها وهي مهددة بأن تخسرها الدولة أن يسترجعها صحيح. الحاشية صحيح. زد على ذلك الخلافات الحادة بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة التي صراع على السلطة والتي تمظهرت في أحد مظاهرها بإقالة وزير الداخلية. ثمة من يسأل وأنا أقول لك هذا السؤال، ماذا بقي من الثورة التونسية؟ هذا أصعب سؤال، هو سؤال مركب والإجابة عليه مركبة الحقيقة. لا شك بقيت روحها أكثر من أي شيء آخر. يعني في مفارقة عجيبة ترى في الشارع التونسي أستاذي العزيز. المفارقة هي التالية، ليس صحيحا أن التونسيين عاد لهم الحنين كما لم يكن لهم حنين ولا علاقة بالنظام، فقط هي سياق تاريخي فرضه النظام السابق بالحديد والنار. لا يوجد حنين عند التونسيين للعودة إلى العيش في سلطة النظام السابق، سلطة الفساد والاستبداد. لكن التونسيين كذلك على بنفس عمق وحجم رفضهم للعودة للقديم لا هم غير راضين على المسار الجديد. وهذا لا يعني انه نريد يعني المقايضه انه التونسيين قابلين بالعوده للقديم اذا ما ضمنت هذه العوده مثل ما يروج البعض يعني معالجه ولو جزئيه للاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه. التونسيين معتزين بديمقراطيتهم، يريدون استمرار هذا المسار ولكن يريدون مقاربه جديده للحكم. طيب. ما ذكرته في موضوع الفساد، نعم الفساد تسلل من 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 يعني من ثغره العجز الذي أصاب مؤسسات الدولة، الصراع الذي يشق مؤسسات الدولة. اليوم تتحدث عن مؤسسات الدولة لا تشتغل في تناغم، في صراع يشق مؤسسات الدولة. رئيس الجمهورية في حالة صراع وفي حالة علاقة غير سليمة مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، والعكس صحيح كذلك. نتحدث كذلك على أنه دائرة المحاسبات وبعدها محكمة المحاسبات مثل ما هي على صيغة الحالية من الفساد. نعم حتى القضاء، نعم محكمة المحاسبات في تقاريرها المتعاقبة خاصة السنتين الأخيرتين أثبتت من داخل مؤسسات الدولة حجم فساد غير مسبوق وإهدار للماء العال ويعني بين قوسين تلاعب بالصفقات العمومية. ولعل المثال الأبرز اليوم أنه رئيس الحكومة السابق الذي استقال في الفترة السابقة الفخفخ خرج في ملف فساد، ملف تضارب مصالح. وبالتالي نحن نتحدث أنه وهو الأخطر هنا أنه الفساد صار مهيكلا داخل مؤسسات الدولة وهو الذي ويفعل من داخل مؤسسات الدولة ويحاول أن يوجه الحالة السياسية. الفساد صار مهيكلا. دعني أنتقل إلى تونس. انضم إلينا الآن الأستاذ شاكر الشرفي المحلل
العمل السياسي، مرحبا بك وقد تأخرت بالانضمام إلينا. دعني أسألك عن الصورة حتى لا تكون مبتورة. تحدث ضيفنا في الاستوديو الأستاذ زياد بومخلة عن وجود فساد في البلاد، وهذا تؤكده تقارير رسمية، عن صراع على السلطة، عن عدم وجود أحزاب سياسية، عن آلية في اتخاذ القرار السياسي إلى آخره، حتى لا تكون الصورة مبتورة. هل ثمة إنجازات تم تحقيقها في تونس، إنجازات معتبرة تلت فترة سقوط نظام زين العابدين بن علي؟ شكرا على الاستضافة وأهلا بك وبضيفك الكريم. أهلا وسهلا. يعني ليس هناك عنوان أبرز من سقوط نظام مستبد وديكتاتوري حكم البلاد بالحديد والنار. يعني هذا أبرز عنوان إيجابي وأبرز إنجاز من إنجازات الثورة. لا يعني ملايين. لكن من أستاذ شاكر، هل سقوط النظام المستبد كان غاية في ذاته أم مقدمة لتحقيق غايات حقيقية تعود بالفائدة على الشعب التونسي؟ يعني كان الشعار الأساس المرفوع قبل الثورة وسقط من أجل شهداء تحت التعذيب وسجن الآلاف وكممت الأفواه، وهو إسقاط النظام. طبعا إسقاط النظام سيتولد عن طبعا إنجازات أخرى، لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وكان هناك حاكم فاسد ومستبد يحكمنا، بالتالي هذا عنوان يعني نجاح ثورة تونس. لكن هذا صار تاريخا. نعم، هذا الأمر صار تاريخا، نحن نتحدث عن الواقع اليوم. أنت سألتني عن أهم إنجاز، سألتني عن إنجازات الثورة. يعني صحيح أنه الآن أنا دخلت على كلام مبتور ولم أستمع إلى المداخلة، لكن جوابي أنه العشر سنوات تحقق فيها الكثير، مؤسسات تتداول على السلطة، شعب آمن، شعبنا يعيش مناخ حرية لا تعيش باقي الشعوب وكثير من الشعوب العربية. نجاح ثورة تونس أمام فشل كل ثورات الربيع العربي. هناك مسار انتقال ديمقراطي سلس يتم في البلاد، هذه كلها إنجازات. طبعا ضيفك الكريم كان يتحدث عن الإخفاقات، هناك إخفاقات خاصة بارزة للعيان لا تحتاج كثير من الدراسة، والجانب الاجتماعي والاقتصادي، وهذا قد نجد أعذارا، والأغلب والغالب أننا لا نجد أعذارا لمن حكموا تونس طيلة العشر سنوات. ولكن عشر سنوات في تقدير الخاص، رغم هناك نسبة من الفشل صاحب من حكموا، قلت يعني تبقى العشر سنوات مدة قليلة في تاريخ الثورات. طيب سيد شاكر، لو أذنت لي، أنت تحدثت عن إسقاط النظام الاستبدادي، هذا جيد، وهذا حصل منذ عشرة أعوام وصار الآن من التاريخ. في العشرة أعوام التي تلت هذا السقوط للنظام القديم، ثمة تطورات وتغيرات عميقة في المجتمع التونسي. يعني أحد مظاهرها ما عبر عنه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة عندما قال إن الشعب التونسي لم يعد يهتم بالحرية بقدر اهتمامه بالإنجازات الاقتصادية والاجتماعية. يعني هناك تقهقر اقتصادي واجتماعي. ما يمكن، يعني هل هناك خسارة أكبر من هذه الخسارة أن تتراجع في سلم الأولويات الشعب الغاية الكبرى التي قام من أجلها وهي الحرية، وينحصر تفكيره في الاقتصاد والاجتماع؟ كما لو أن هناك من يقول لك بأن الآن تونسية يسمح لكم في نظام الحرية الحالي أن تختلفوا فقط، وليس هناك أي إنجازات على أرض الواقع حقيقية. يعني سبق وأن بينت أنه نحن الآن، صحيح نحن نعيش مفارقات عجيبة بين مناخ سقفه عالي من الحريات ومن التنظم ومن التداول على السلطة، ومن وفي نفس الوقت هناك وضع اقتصادي مع كبائس، وضع اجتماعي أكثر بؤسا، صاحبته يعني الجائحة الأخيرة التي عمقت جراحات المهمشين وعمقت جراحات فئات كثيرة من شعبنا. يعني صحيح هناك عجز
معناتها هنا لابد ان نميز بين امرين معناتها، ولا يجب ان يحجب منهما الواحد الاخر. يعني هناك ازمه فعلا اجتماعيه وخاصه في اوساط الشباب، وهناك عجز الحكومات على حلها بما يعيد الامل لهذا الشباب. اسباب هذا العجز سيد شاكر، اسباب هذا العجز الذي اخفقت كل الحكومات، علما انك تعرف ان عددا من الحكومات استقالت بسبب قضايا فساد، هل المشكله في امكانيات الدوله التونسيه ام المشكله اداريه بمعنى وجود فساد واستشراء فساد في الدوله؟ لا، هو ليس العجز في، يعني هناك من جهتين، هناك منظومه فساد لا زالت قائمه يعني صاحبت هذه الثورة، وهناك من يريد أن يعيدنا إلى المربع السابق، مربع النظام القديم، وبالتالي هنا يسعون إلى إفشال أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي. هذه حقيقة لابد أن لا نغفلها. يعني يعني الاحتجاجات لم تأتي الآن في هذه اللحظة، ولم تأتي الاحتجاجات الأخيرة. الاحتجاجات بدأت منذ 2011، منذ اليوم الأول للثورة أو الأسبوع الأول بدأت الاحتجاجات الاجتماعية تطالب الحقوق خاصة الاقتصادية والاجتماعية، وهذه الاحتجاجات بلغت ذروة أضرت بالاقتصاد. يعني نجد آلاف، يعني أكثر من 35 ألف إضرار عن العمل. هناك تعطيل لموارد الدولة، هناك تعطيل للحركة الاقتصادية، هذا كله أثر، إلى جانب طبعا فشل الحكومات في التعامل مع الملف الاقتصادي والاجتماعي. لربما أنا لا أبرر هنا، ولكن كما قلت لك معناتها لربما التوجه إلى السياسي أخذ حيز أكثر من التوجه إلى الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على كما ذكر ضيفكم الكريم، يعني هناك منظومة فساد لا زالت قائمة، لابد من اجتثاثها. هذه المنظومة صاحبت الحكم، بل كانت جزء من الحكم، يعني الحكم في حد ذاته أصبح يحمل في طياته فاسدين، وهؤلاء معناتها طبعا عطلوا أي مسار إصلاح اجتماعي واقتصادي. طيب دعني أعود مرة أخرى إلى الاستوديو. تونس بحاجة إلى تعميق العملية التجربة السياسية الحديثة، نعم، والانتقال من مرحلة انتقالية إلى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة. ما الذي يعيق هذا التحول؟ أشياء كثيرة طبعا، لا شك أنه نحتاج إلى، وهنا نحتاج إلى شجاعة كبيرة من أجل الذهاب إلى مرحلة الاستقرار الكامل، لأنه للأسف النخبة السياسية لا تتفهم ولا تفهم بشكل الكافي الرسائل التي كل مرة يعطيها التونسيين لهم. كل مرة بالمناسبة شعبنا سخي إلى درجة كبيرة، يعني أنه صابر إلى هذه الفترة، يعني كل مرة يرسل رسالة مع رأس على رأس كل انتخابات، يرفع الكرت الأصفر في وجه مجموعة من الأحزاب السياسية، وخاصة التي قادت الحكم من 2011 إلى يومنا هذا، وغيره من المنظومات الحزبية وكذلك لمؤسسات الدولة. يخرج محتجا ولكن يحافظ على دولته ومعتز بديمقراطيته، ولكن للأسف هذه النخبة لا تفهم بشكل الكافي عمق هذه الرسائل، وبالتالي لابد من إعادة، يعني أن تعيد المنظومات الحزبية بناء ذهنيتها للتعامل بشكل أكثر عمقا وأكثر يعني حكمة ومعقولية وموضوعية مع طبيعة ما يريده التونسيين. إن كان يعني النخبة عقلها إن صح التعبير استراتيجي، يعني يخاطب الناس بمنطق أنه يعني الحمد لله لدينا حرية، لازال لدينا الفرصة كي نبني نظام اقتصادي واجتماعي قوي متماسك، فالمواطن عقله ناجز، عقله يريد النتائج المباشرة، يريد أن يرى أنه مستقبل واضح في المرحلة القادمة. فهناك عجز على مستوى الخطاب، وهناك عجز على مستوى البرامج والمشاريع. للأمانة ولست متجنيا لحد، دعنا لو تسمح الحصة ونطرح ما هي المشاريع التي تطرحها مختلف الأحزاب من أجل معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ستكتشف أنها كلها إعادة إنتاج لنظام بن علي، لنظام المقبور،
لأنها عجزت حتى في مستوى، الكل يتحدث عن إعادة بناء منوال التنمية وإعادة بناء الاقتصاد التونسي وإعادة هيكلته من جديد ومعالجة المشاكل المعروفة ومواطن الخلل المعروفة، ولكن لا أحد تجرأ على معالجة هذه القضايا. بل أكثر من ذلك، يعني قبل سنوات من الآن يعني اجتمعت حركة النهضة وحركة نداء تونس على تمرير ما يسمى بقانون المصالحة، وقيل في تلك الفترة إنه هذا القانون سيسمح بإعادة جزء من رأس المال الوطني وإدماج وضخه في الاقتصاد التونسي وإعادة، ولكن النتيجة صفر على اليمين وصفر على الشمال للأسف في كل الحالات، يعني ما لا يوجد نتائج، وكانت أقرب إلى المخاتلة والمخادعة. هناك ضرورة لإعادة كذلك النظر اليوم بكل جدية في بنية النظام السياسي. الجميع معتز بدستور البلاد، ولا شك هو مكسب وطني معتبر ومهم ويمكن البناء عليه، ولكن أظهرت بنية النظام السياسي أن هناك ثغرات حقيقية في هذا النظام تحتاج معالجة. أنا لا أقول أن نذهب إلى نظام رئاسي مثل ما يريد البعض أو نظام برلماني كامل كما يريد البعض، ولكن كون أن نضع هذه القضية تحت الدرس وأن نحاول أن نوجد نظام سياسي أكثر تماسكا وفيه مسؤولية مباشرة وتحديد المسؤوليات أفضل من أن نظل في هذه الوضعية. القضية الأخرى، لا شك أنه اليوم نريد أن نضع برنامج للإصلاح حقيقي، خاصة في يعني بين قوسين في القطاعات الكبرى. لا يمكن أن بلاد أن تتحمل يعني أن تظل في هذا الوضع لفترة أخرى من الزمان. للأسف أغلب الأحزاب السياسية التي تأتي والتي تدعم حكومات بعينها تريد مكاسب انتخابية على حساب مصالح البلاد. نريد حكومات تأتي لتشتغل، لا تبحث عن مستقبلها السياسي، تبحث عن ما يمكن أن يفعل حقيقة ولو كان موجعا من أجل أن نخرج من هذه الأزمة. وهذا يتطلب شجاعة ويتطلب كذلك فتح ملفات حقيقية. من بين هذه الملفات مواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل وإيقاف حالة النزيف على المستوى الاجتماعي، لأنه للأسف في ظل ضعف منظومات الحزبية استطاع الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة شغيلة منظمة نقابية أن يفتك هذا الملف وأن يتحكم فيه. وللأسف دوائر من داخل الاتحاد راغبة في إسقاط المسار وغير راضية على نتائج المسار السياسي تشتغل من داخل هذه المنظمة من أجل تعطيل وبث الفتنة وبث الفوضى، وبالتالي هناك قضايا حقيقية إما أن تعالج وإما أن البلاد ستزيد أزماتها ولا قدر الله سنصل إلى وضع غير قابل للسيطرة. تحدثت عن خلل في المسار السياسي، أريد أن أسأل شاكر، في تونس من مظاهر الخلل السياسي في تونس التي تحدث عنها ضيفنا، وهنا أنا ناقل ولست متبنيا، وجود محسوبيات، وجود واسطات، وجود فساد مستشري في الدولة، وهذا تتحدث عنه تقارير الدولة الرسمية التي تتحدث عن مليارات الدولار خسائر لدولة هي تعاني من أزمة اقتصادية أصلا. ما الوصفة برأيك وأنت المراقب والمتابع، ما الوصفة الأنسب للخروج من هذه من إرث النظام القديم القائم على الفساد والمحسوبيات والولاءات لمصلحة دولة حديثة تنجز الأهداف التي من أجلها قام التونسيون؟ يعني دعني أقول أنه الذي دفعك للطرح هذه الأسئلة وهذا الحوار عموما هو الأحداث الأخيرة التي والأحداث الأخيرة. فأنا أعتبر أنه الوصفة هي في مواصلة بناء الثقة بين مؤسسات الحكم، منظومة الحكم، يعني المقصود بها الرئاسات الثلاثة الجمهورية والبرلمان والحكومة، ودفع إلى حوار وطني اقتصادي بالأساس واجتماعي يجتمع حوله الجميع، معناتها طبعا إلا من يرفض ذلك، ويعني والحكومة قادرة على ضبط خطة لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ووقف النزيف وتعالج بعض الإخلالات الخطيرة مثل الإقصاء الاجتماعي والانقطاع المدرسي. طبعا دولة نظري تمتلك حلولا ممكنة تستدعي منها جهدا تشريعيا يعني يرفع العوائق على هذه على ما سينجز، وتسعى إلى حلول عملية مثل تمليك خاصة والحراك وحراك شباب، تمليك الشباب الأراضي وتخفيف الإجراءات الإدارية وتسريعها أيضا. يعني صحيح أنه أزمة الكوفيد عمقت الجراح أكثر، ولكن أنا في تقديري الحكومة قادرة
طيب. على أن تتخطى هذه المرحلة بحلول عاجلة ومستعجلة. طيب سيد شاكر، بكل موضوعية استنادا إلى تطورات مسار الأحداث والعملية السياسية في تونس، هل من الحصافة النظر إلى الواقع في تونس أو مستقبل تونس، هل من الحصافة أن يشعر التونسيون بمستقبل أفضل، أم أن المراوحة إن لم يكن التراجع هو سيد الموقف في هذه المرحلة؟ أكيد أكيد نحن نأمل في مستقبل أفضل، وهذه قناعتي الشخصية طبعا. يعني صحيح أن هناك يعني جرح الثورة، جرح الانتخابات، يسعون إلى الاستثمار السياسي لهذه الاحتجاجات المشروعة، وإن كانت معناتها ظهور المحتجين بالليل يطرح جملة من التساؤلات، ولكن هناك من يريد أن يستثمر لإسقاط النظام وإسقاط كل المنظومة واستبدالها بمنظومة الله أعلم بأجندتها. ولكن أنا أعتبر أن الشعب التونسي رغم هذه الأوضاع يأمل خيرا في ثورته، والمستقبل سيكون أفضل طبعا بما بينته، بأن الجميع يجلس على طاولة الحوار، خاصة يكون حوار اقتصادي واجتماعي يلامس حاجات الناس، حاجات الفقراء والشباب والمهمشين. طيب زياد، هل هناك إرادة صادقة وعميقة وحقيقية لدى النخبة السياسية الحاكمة في الانتقال بتونس إلى أفق جديد، أم أن هذا الانتقال يتعارض مع مصالح النخبة الحاكمة؟ أنا يؤسفني هنا أن أقول وأنا التونسي أنه للأسف لم تبين النخبة الحالية عن رغبة وإرادة من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة التي تعيش فيها. جزء منه هذا طبعا يعود إلى أزمة هيكلية متعلقة بما أنتجه النظام الانتخابي وعدم وجود أغلبية متماسكة وقوية وصاحبة مشروع، ولكن جزء منه كذلك في غياب الإرادة. يعني لا يمكن أن نصل إلى نتائج عندما تتحول الأزمة والصراع من داخل مؤسسات الدولة. تخبرنا تاريخ وتجارب الدول أنه عندما ينتقل الصراع داخل مؤسسات الدولة، وعندما لا تشتغل مؤسسات الدولة في تجانس ويعني ميكانيزم واحد في نفس الوقت، لا شك أنه هذا نتائج مدمرة. اليوم نحن في هذه الوضعية للأسف، هناك حالة من الانفصام بين مؤسسات الدولة وهناك صراع، وللأسف البعض يريد أن يوظف هذا وموقعه من أجل تحقيق مكاسب معينة في هذا الصدد، وهذا الذي يزيد من صعوبة الأوضاع. التونسيين أستاذي العزيز يصبحون على البلاتوهات التي فيها صراع للسياسيين وينامون على الصراع في البلاتوهات السياسية، وهذه حالة صحيح ممكن تقول لي حالة طبيعية في ظل حيوية سياسية، ولكن تكون حالة دائمة وحالة مستقرة، وأن الخطاب ليس خطابا بناء، ليس صراع مشاريع، هو صراع ديكة، هو صراع فيه مصالح، وصراع فيه الكلام النابي، وصراع فيه نحن وصلنا إلى العنف المتبادل داخل قبة البرلمان بشكل يومي للأسف. صحيح أن المتسبب فيه أطراف غير مؤمنة بالديمقراطية وغير مؤمنة بالحرية، ولكن هناك كذلك من يساندها أحيانا لتحقيق مكاسب من هنا وهناك، فنحن في حالة حقيقة غير سليمة، وهذا يترك انطباع عند عموم الشعب التونسي. يرى صراعا في البرلمان، يرى صراعا بين رئيس الجمهورية وبقية المؤسسات. الحل بدقيقة، الحل في دقيقة. أنا لو كنت يعني كتونسي ناصع يعني من موقعي، الأصل فيه أنه نذهب سريعا لو كان بالفعل هذه النخبة تؤمن بمصلحة البلاد، إفراز المحكمة الدستورية، الثغرة الدستورية الهائلة اليوم في بنية نظامنا السياسي، إعادة تنقيح للنظام الانتخابي والذهاب بانتخابات مبكرة تفرز أغلبية قوية ومستقرة، صاحبة مشروع تقود البلاد وتنقذ البلاد في المرحلة القادمة. غير هذا في تقديري سيستمر التراجع ويستمر النزيف من هنا إلى 4 سنوات قادمة، وممكن في هذه الأثناء نفقد الكثير، وقد يعني نتحسر على أنه لم نذهب في هذه الخطوة مبكرا حتى نتدارك ما يمكن تدارك، لأنه بالفعل الوضع خطير، خاصة إذا ما وضع هذا في سياق
سياق التحولات كذلك على المستوى الإقليمي والصعوبات التي تعيشها الإقليم الذي فيه تونس، وبالتالي نحن معنيين بحالة إنقاذ ولسنا في حالة ترف إحنا، ووضعية يعني قابلة للتعامل، ولدينا من الوقت، ليس لدينا وقت، لا نحن معنيين مباشرة بأن نذهب إلى الحل والحل الجذري والسريع حتى نخرج من هذه الأزمة، ونسأل أن يكتب الخير لتونس وأهلها ولكل شعوب المنطقة. ونحن كذلك ندعو، أشكرك شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. ختاما أشكر ضيوفي الكرام معي في الاستوديو، زياد بومخلة الباحث السياسي، وكان معنا من تونس العاصمة الأستاذ شاكر الشرفي المحلل السياسي. كل الشكر لكم على حسن المتابعة، دمتم في حراسة الله.